برج الحمل. مهنياً، تنتابك الرغبة في امتلاك كل شيء تستطيع الوصول إليها، وتحاول تنفيذ أمر لم تدرسه جيداً، وتحلم بتحقيق إنجاز وهمي وبعيد عن الواقعية. عاطفياً، تتداول مع الحبيب أو الشريك في أمر طارئ وصعب يقلقكما ويشغل بالكما، ولكن سيزول تأثيره نتيجة لتعاونكما. برج الثور. مهنياً، تلقى الدعم المادي والمعنوي من أحد الأصدقاء القدامى للقيام بعمل استثماري، وتبدأ بالبحث عن مشروع ناجح وجيد. عاطفياً، يعمل الحبيب أو الشريك المستحيل لإرضائك، ولكنك عنيد ومصر على موقفك بأنك وحدك صاحب القرار. برج الجوزاء. مهنياً، تمر ببعض الأمور التي تضيف لتجربتك خبرة عملية، وتكون أمام امتحان كبير لقوة صبرك وحكمتك، وستنجح إذا فهمت ما يدور حولك. عاطفياً، قد يكتشف الحبيب أو الشريك إحدى نزواتك البريئة والمضرة بعلاقتكما، ويحاول الابتعاد عنك لفترة. برج السرطان. مهنياً، تبدأ بخطوات محسوبة وتقوم بجهود مدروسة للحصول على مكاسب إضافية. استمر بتوجهاتك، لأن ذلك يؤدي إلى نجاح لم تكن تتوقعه. عاطفياً، اهتمام غير عادي من الحبيب أو الشريك يزيل أثار كل الخلافات السابقة، وعودة العلاقة إلى أحسن حال. برج الأسد. مهنياً، تكون أمام موقف يتطلب منك الحنكة والذكاء والاستعداد لبذل جهود استثنائية لتصل إلى غاية عملت من أجلها طويلاً. عاطفياً، العازب، لا تضعف أمام الحبيب وتنفذ جميع رغباته كي تصل علاقتكما إلى شاطئ الأمان. المتزوج، لا تجعل رغبتك الداخلية للتغيير والتجديد العاطفي تفكك ترابط الأسرة، ابتعد عن الأنانية. برج العذراء. مهنياً، تشعر بالقلق من عدم تحقيق بعض أهدافك. اطمئن، إنك في بداية الطريق، والزمن سيبين أن كل شيء يسير لصالحك وتحقيق طموحك. عاطفياً، العازب، يحاول الحبيب تأجيل الارتباط ويقدم أعذاراً غير منطقية، وربما يخيرك بين إنهاء العلاقة وبين الاستمرار. المتزوج، قلق داخل الأسرة مصدره صعوبة تأمين مستقبل أحد أفراد الأسرة لأسباب مادية. برج الميزان. مهنياً، تحقق نجاحاً مميزاً في مجال العمل، وسوف تصل إلى الموقع الذي حلمت به. استمر في توجهاتك. عاطفياً، العازب، تزداد خبرتك في فهمك للأشخاص، وتعقد صداقات جديدة، وتستبدل صداقات قديمة، وتغير نظرتك للحب. المتزوج، حاول تغيير أسلوبك مع الشريك، لأنه بحاجة لأن ترضي فكره وعقله بقدر ما ترضي قلبه وجسده. برج العقرب. مهنياً، صعوبات أمام تنفيذ خططك العملية، ولكن بإمكانك بشيء من الحكمة أن تنجح في إزالة الآثار السلبية للخطوات والحسابات الخاطئة السابقة. عاطفياً، العازب، قد تعاني من الكبت وتشعر أن أحاسيسك غير واضحة، ويلزمها بعض الوقت لتنضج كي تعرف معنى الحب. المتزوج، ربما تكون مشغولاً باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الآثار السلبية التي قد يسببها أحد أفراد الأسرة نتيجة تهوره وطيشه. برج القوس. مهنياً، أشعة الأمل والتفاؤل تبدد ظلام الفترة السابقة وصعوباتها، وتنقلك إلى بداية جديدة في ارتقاء سلم النجاح نتيجة قوة إرادتك. عاطفياً، تعاني من تأثير علاقة قديمة ولا تعرف كيف تتعامل معها. انسى الماضي وعش الحاضر وفكر في المستقبل.
برج الجدي. مهنياً، بدايات جيدة للتقدم في المجال المهني وخطوات جيدة للانتصار على منافسيك في محيط العمل ووضع حد لمن يود استغلالك. عاطفياً، العازب، تنسى تجربتك العاطفية السابقة وتلتئم جراح القلب وتلتقي مع شخص صادق يأسر قلبك. المتزوج، تزداد مشاعرك نحو الشريك قوة وتشعر أن كل لحظة سعادة ومتعة تعادل سنة كاملة. برج الدلو. مهنياً، تبدأ الأزمات المالية بالانفراج حالما تقتصد بالنفقات الغير ضرورية، وتبدأ باستعمال العقلانية بمعالجتك للأمور مستفيداً من التجارب السابقة. عاطفياً، لا تتردد في الاعتراف بالأخطاء والهفوات التي ارتكبتها والتي أزمت علاقتك مع الحبيب أو الشريك كي تعيد الثقة لعلاقتكما. برج الحوت. مهنياً، تحصل على موقع جديد أو مهمة جديدة تؤهلك لتنفيذ أفكارك وآرائك، وتستطيع من خلالها زيادة دخلك المادي وتحسين وضعك المعنوي. عاطفياً، علاقة قديمة بريئة تعكر علاقتك مع الحبيب أو الشريك، وستعود الأمور إلى طبيعتها إذا شرحت موقفك بصراحة وأكدت حبك لها.